أهلا يا أطفال، هذا الأسبوع رح نتوقف كامل للتضامن مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. بالنسبة لي الاحتياجات الخاصة هي تحدي، ولكن تسيب عندهم إرادة كبيرة والشاطر يعطينا الحل فيها عبرة حكمة. يمكن تحكيكم عن حياة الشهيد محمد زعموم. عمو يزيد دار أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة نتكلم فيها عن التحديات وعن الإرادة. تغنوا كامل معايا، أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، يلا معي. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني اللي راكم تشاهدوا فينا، الا حبيتوا تفرحوا كيما هاد الاصدقاء اللي راهم هنايا وحبيتوا تجوا للحصه، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. حبكم يا اطفال. انا مثلي كالشباب اتحدى الصعاب، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلوا، تعالوا هلموا إلينا الضفوة عمو يزيد.